نعم التخت عليك الباب عصبها حتى طلعت لي الدم من راسي. نعم اسكت نسيت اسكت وقت اللي قاعد اصرف في قهوتي اش فيها شو كي تعاود فيها يا لا المراك تقول راجلها اللي كرسو وطلعت برام يزربني عايشك مع شالي بكري معناها معناها شالي شبوك ايه نعم مش مش نعمل عارف مش نعمل اتفضل سيدي شحاشتك ما شوي شبيك تعيط يا سيدي يا ودي اش حاشتك عايشك شنو يا سيدي ولا خاطر تعمل عركه مع مرتك فيش غيرك في انس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اتفضل يا سيدي عند الفيديو هذاك هذا التوصيل ريحته أيوة مريح التوصيل أنا ما نعطيك حاجة من هوني إلا ما تجيب لي التوصيل وفيه النومر شكون قال الفيديو هذاك متاعك؟ هاك سارق أنا قدامك يا ودي حاشاك أما هذا شي يقول القانون ما جيبش حاجة مرات سرعة شوف الاسم هذاك المكتوب على التيكي عبد السلام المغربي اتفضل يا سيدي والاسم هذا شكون؟ عبد السلام المغربي إيه أنا تفهمنا يا أخويا اتفضل هذا ايش اسمك؟ 10,000 10,000 كهو؟ فيه البركة وانش عملت فيه حليت وسكرت من ايش طلعت البانس يا ايش طلعت؟ طلعت ما تصلحش وننصحك هز الفيديو متاعك وحطه تحت عجلة متاع كرهبة وكان عندك زهر يولي لك دي بي دي بالله بالله تحب على 10,000 زي تمقص علي انا مهول جاي الواحد كيفك شدها 10,000 هات سفلة هنا الشفاعة يا اخوي ودمشي هات 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 كل كحب جغمة سيرو تحبني عمالك يا داخل وسطيك بليش مالا بيد هذا شو باجي تشبير راسي تشعل فيك شو تطلعش لي كعبرتيلو وشلق بيك اسمع انا مش نقصك مش ليه كعبرتيلو كلام ولا نحو الصرف تاع ستار دي ليه نقصد ما تطلعش برفضتو يا ودي برفضتو كعبرتو مرقشتو انت ايش يهمك دبر راسك انا نسلو برا هبدي لو كنت حبتاك الحرام وتحطو في كرشك انت حر اوه اش بيكم نهار اليوم على كرشي من الصباح بدات مرتي على خاطرك لي الطرف حلقوم قالت لي تو كرشك تتفخت وكملت انت حلقوم اي باش قعدلكش كي ضرب حلقوم لا كملت الكل ايه مال بالنرحال مال ما كبر كرشك يا ودي سايب لي كرش وتلهب كرشك كرشي شبيه انا شو هيك انت حتى كيما صيتها خرجت من ورا ظهرك خلي العزه بتاعك ما قاتلك شي على الكره الارضيه اللي تحوس بها معاك عزه نعجبها هكاك اما نعرف برشا رجال يبداو يرشوا من تاهم نعم يرشوا وش بيك جاي مأخر؟ مش أنا اللي جيت مأخر أنت يا مايسترو جيت بكري يحرزلك يحرزلك مشد ثنية ماشي للبلاد ما كانش طول وريك هات هاتك لجندا هات 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 سيب بان العشية عنا رونديفو بركة سنة سبترك أي رونديفو بركة شو بيني من عرش نقرأ أنا؟ ما عجبتكش أنا كي ثبت؟ بي بي سيدي قوي ماشي للبلاد أنت أمي كي تعرف الوقت أسهل؟ لا لا حبيت نوصيك على حلقوم ثنيوة حلقوم أما حلقوم تعبي تفتحها لا ديك الحلوة عرفت موك اللي تبدأ تجيل القزاز الملون حلوة حلقوم صغير قديه تحب نجيب نحب كيلو حلاقم حلاقم ما نقولوش حلاقم وفاش قام كيلو سليمان هاي هاني حاضر عايش ودي هاي يا أمي هاي هاي نقصدوا ربي هيا بابا باش نخلطوا على عدو عدول شكون باش يعرس انا باش نعرس ميسان شما قد ما نحمل في الستاكه في جرتك وفمي ساكت ساعات تنطقني من جنابي هاي الحمد لله عليك استعرفت يا ميمتي اش نقول انا وجهي في وجهه نهار كامل وسع بالك وخيك صغير وانت رد بالك على حانوت خوك فهمت شو شنو يا ما حكيت حانوت حانوت انا عندي حانوت لبلابي اي اي بجاه ربي اي يا امي قبل ما قطع حوايجي صحيت وترسيلي نعاود نخيط بعد مرتك ما تنجمش تعين خيط في ابره يا يا سيد اش تعمل غادي يا ولدي سيب سيب انا سيب هات هات جاي سيب مش خدم الراديو راديو هذاك راديو هذاك ها هذيك الشان هي في
عملنا زاتيلين تظومر تظومر هذاك انسترومون دو ترافاي يدك ما عادش تحطها غادي اي بيت ساكي ميزيرش اي 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 قبل ما روحي تطلع كي راكم هكا نتفكر كي كنتوا صغار وتبداو تتناقروا يا حسره كارني خنقته من وقتها راني توا خرجت صراح شرتي لطف على وليداتي هاي بابا امي استدعى فاطمه وسيد سيدي خويا على طرف حلاقهم ما تنساش كان نساء ذكروا لا فما الاحلاقم ولا ميزابات داكوردو ما يسالش حتى كان هو ما حبش تو نغفلوا نشريك عيش يا ربي يفضلك سالو يا ماما صبن على فتو صبن وسكت الاخرى نهاير على راحتي في الدار وحدي حره حسره على الحريه نسيت اللي خليت لي مسمار شحاف في الدار اسبوعي يا اخي ما تسلمش مرت خويا بنت خويا زاده سامحوني بريتكمش مخي مشخشب خليت البير وحده يا ما في باليش اللي صال داتونت ولات في الكوجينه انت ليه ما امي قبل ما تمشي خلتني كسكروت في الفور بتاع الغاز قالت لي كي تجوع برا قولوا يا اخي جعت بعد ساعتين من الفطور يرحمك المفي وذاك على جيت ماما خليش مشي بابا وامي يامي اللي وانت عاد كي مدك الوذينات وقاعده تتجوسس علينا اش نحكيو في الصاله كملت سمعت الحكايه للاخر ولا ما نجمتش هزك النوم البارحه ليه ولادو ما شديت بيتي هزني النوم انت المفيد ماك توفى بوبوك شكون بوبوك اوه عزيزك عزيزك معناتها بو البابا نتاعك فهمت توا اي فهمت الله يرحمه الله يرحمه كي توفى خلي لهم ارض في البلاد عاد مشاو للعدول باش يعمل لهم كاتب خاطر امك يا امك باش تمشي تسجل الارض باسم بوك باش هكاك ينجم يبيعها عادك هي ورثه لازم طوطو يوافق زاده عنده الحق يشري الارض مش هكا صار هذاك علاش مشاو للبلاد باش يفكوا لي رزقي وراك قلت له جيب لي طرف حلقوم طفيني فطومه عمك عنده الحق في شطر الارض قلت لكم شي خويا زي ما يحبنيش هاكا بلا مره يحب يورثني وعيني حير يا ولدي شو مدخلك انتي؟ أرض بوه هو تدخلك هو في الورثة انت عبوك؟ قداش يتفرض تعمر فيه الساعة والله عندك الحق مجيش البالي هاي الحمد لله عليك تنحالك الشك اش قولك انت هزك الكسكروت وتمشي تشد بيروك ليجي مريض على غفلة لا لا اليوم عنا رونديفو واحد مع الأربعة يفش تستنى باش يمشي تواخر ولين وغربي سيد أخويا قال يجي قبل رونديفو معناها مروحين بكري؟ ايه مروحين بكري طاطا استنى مان تقرا فيدي السيدة دي عند عم بيجي تلفت من عند صحبتي ولازم عاد نرجعهولها دكودو قري بيولك اما مش اليوم راه خاطر عمك البيجي خليته وتزج لك على داير بيه ثلاث تراجع هذا يبيه يا سيدي اي بيه شو ايا تفضل عاد انت من غير ما نوريك البيت تبارك الله كليونت صحيحة ايه صحيحة وبصحيحتي قديك جزامرة هكا انا تستنى فيك وين هاني خلت عليك فنجان البشارة ان شاء الله فمك الرب شبينك مش نبهت عليك معاش كلمني وقت خدمتي وقتاش تعبني كلمك ريت عزوزي كجينا مع الرسين رانا نحكي وخارج وقت العمل نجينا مع الرسين راح الدنيا وفيت ان شاء الله يا رب فمك ربي فيلك في راسك ان شاء الله في ساعة اش تحب تقول يستني وفي على فنجان القهوة عزوزتي وصيتك على كادو كادو شكون وصيت وصيت سيدي خويا مسافر السماء شو اي وقتش يرجع مسلمين من السفر هذاك بيبي شي يجي هو مو عنده رديبو الاربعه واه يا اخي وين سافر على شطر النهار مش البلاد البلاد هو فما فري شوب في البلاد انا فري شوب انا وصيت لك على كيلو حلقوم حلقوم وكيلو زيدة علاش يا بابا
تحبني نولي كيما خالتك ايش اسمها؟ مش لازم، انا حبيت نودك. معناتها ناكل وحدي. قول بالشفاء كيف اللي انت ناقص. في عذرك عامل ريجيم. تعرف كنت ضعاف أنت تولي حليلتك. وبالك شيء. ناخذك. حليلتي وانت تاخذني. عزوزة صارت تحب رجال ضعاف. اي. كيفك المغني ذاك اللي نموت عليه وائل الكفوري. ولك الممثل الامريكاني براد بيت. يا ميمتي. عزة ما عندك يا رجال. انا من توا تخاف الريجيم. يعطيني توا ما عملت قهوه المراه النهار باش يشوف. عزة يا عزة توا كيلو حلقو باش نعمل بيه. قولي ما يسالش ناكلو من بعد نبدا الريجيم. عزة ايش قلت ناكلو ولا لا؟ برا ناكلو. مش صحيح يقولوا العقليه تبدلت ذاك في وجوه بعضنا. اما دخلني نزل بعروق الشاي. انا امي مرضعتني العرس في الحليب. بابا حرمنا من ابسط حاجه في الدار باش يفضل فرانك زايد لزهازي. خويا من لحمي ودمي مستعار مني خاطرني باير. شوف لي حل يا خالتي جنتي فضلك. الحمد لله عليك كي جيت ساعة طيف القهوة. من يستحفظ على الغاز قعدت نطيب فيها بشوية. إذا ينساعدك يا عزة نزلت مخليت شي مه. لي هاني نستنى وقتش ربي طيح بي ولد الحليل ينحي علي المرج. أيوه ما لقيت لي عندك خبير به. إي ما هو خويا يخدم مع واحد عنده صاحبه مطلق من زوز نساء عنده 5 صغار مسكين أيس من الدنيا. عاد قال له صاحب خويا تحبش تاخذ بنية الحلال اللي تهنيك. شكوني هذه أخوك يعرفها؟ شبيك يا خالتي جنات يحكي علي أنا. ما أخوي موسي صاحبه قالوا لي قالي راجل ينعتوا علي. مخيبها ينعتوا. شبيك خالتي انت تشيشة ولا طريف؟ تبارك الله عليك طول وقد وخشن تلي يحسدوك عليه الصبايا عندك. اي القضية والتصنيف اكثر حاجة يموتوا عليها الرجال قبل الشبوبية والاخلاق. قبل حتى المستوى الثقافي. خاصة المستوى الثقافي ما تماش حاجة تعرب الرجال قدو. تعرف ثم كان انت تقولي الكلام هذا. انت بركة امن مؤهلتي عندك انت واخي نصوح. اخوك نصوح اسمه هكا نصوح؟ ليه اخي نصوح بعثني جوابات للجريدة نصحح الحائرة مريم باسم اختي باش ما يعقلونيش. يا وتبارك الله ذكية بصلي على النبي. يعيشك يعيشك. عاد اخي نصوح يرجع لي على الجريدة يقول لي الرجال ما يعرفوش قيمتي. اما بشوية صبر طو يجي نهار نطيح بفارس احلامي. وينو فارس الاحلام اللي يعرف قيمة الحاجة؟ مالا تعرفها انا بعد ساعات نقول ضيعت شبابي نستنى في العرس. كان اللي استنيت بيه مشيت عملت بيه حاجه في حياتي. راني عايشه متهنيه بالمجد. زهازي نكدس فيه من اللي طردوني من المكتب. الحاجه الوحيده اللي كنت فالحه فيها هي دروس الخياطه. الكتاب الوحيد اللي شديته عوام القرايه هو كتاب امك الصنيفه. ايش خليت عاهد لله امك صنيفه وما ادراك. هيا هيت خلينا نشوفك الفنجان. شي ما نجمش نشد روحي بس ما تعرفش كيفاش نبداو الريجيم بعد ما نزيدو نتعرف على بعضنا مليح. لا عزة ترى ولا قلبي وجع. قالوا نقتل روحي بالشر على خطرها. ايش تسمعني زاد؟ وي انا تفضل الدكتور سليمان مازال ما جاش. شنو يا اللي قعدنا ناكل وقت الخدمة مش يمك انت قال لي وقت الخدمة يعني مشي تو شو العباد هذوما والله الصوت هذا عقلته. انا الو وشكون معك؟ سيدي خويا لا مازال ما جا حد قريب تجي هي مرحبا شو قدام البلاص هي ما تكلم الاول عاد
سبوعي يا سبوعي وينك؟ سبوعي انت هوني؟ اي اش تعمل؟ راد النظر في بيرو سيدي خويا. يا ولدي هكا تخلي الصاله وحدها؟ والله عنده الحق خوك يتنرفز عليك. يا هاي يخرج شد بلاستك، وين اللي متهنيه بيك؟ هاي يخرج، هاي يخرج قدامي. هاي 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 اختي تفضل معايا. سامحني بربي. من بعد من بعد شنو من بعد؟ مقبله ولا نستنى راك؟ واي شفتي شد بلاصتك وقعد رايحة، جاي طبيب نرفزك، جاي شو خارج تو يدخل يشد بيرو ويهدى. نمشي نعيطك لعزة. شكون يا عزة؟ انتي عزة جو نتاعي اللي تخدم عند العرافة. أما جو مع لاسة إيش يهمني فيها يا خويا؟ جي 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 أخر أخر بيحبط. عسلامة. مرحبا. عسلامة. قولي شكون جايين هذوما فيهم ما يتمشمش؟ لا لا هذوما كيتلموهم الكل على بعضهم بيجيوش حتى كسكروت. شكون اللي باش يشبع بالحلقه؟ امي ربي يفضلك وحدك. بالشفاء والهنا لولدي. اي ربي يعين. بالسلامة امي. قولي الفيشة نتاع مدموزيل رعد حاضرة؟ شو صار هي برافو شو راجل؟ وانا مشى في بالي العبد اسم راجل. دكتور سليمان؟ وي. عسلامة. عسلامة. معاك رعد. انا اللي عندي رونديفو في الاربعاء. وي 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 بيان سور بيان سور. مرحبا بك. اي تفضل تفضل. تفضل. قل لي حطيت الفيشه نتاع مدموزيل رعد على بيرويا كيما وصيتك؟ انت وصيتني جامد لعبي. انت يا انا ما قلت ليش وانا ساكن ما جاتش في بيروك. جمله شو هذا اللي كيسكي ليها؟ شبيك؟ سافا با. هات اعطيني فيشه. هات هات عطاو ندبر راسي وحدي ما نسالش. صيد هنا. الله يهديك اميمتي. الله يهديك. مرحبا بك مدمازيل. يعيشك. يظن لي فيك تحب برشا الموسيقى دكتورة. أنا نعشق الموسيقى. لا غراند موسيك. لا موسيك كلاسيك. قولي مدمازيل تحب نحطوا شوية موسيقى وقت الكونسلتاسيون؟ هاي علاش لي؟ حتى أنا نحب برشا الموسيك كلاسيك. أبا سا طوم بيان. دقيقة برك. ألوغ. فوالا. إي فوالا. حلوة يا. فريمون ديزولي مادموزيل. من جات الموسيقى هذه؟ ولا حق يقول نعرف من جات الموسيقى هذه. فتاو تشوف. تحب نحطوا ديسك اخر؟ لا لا مش لازم. ما تقلقش روحك دكتور. حتى من غير موسيقى سافا. بون نبداو مالا. قل لي والمرة تجي لبسي؟ لا. تنجم تقول انتي فوزيت لو سيزيام. الحق الاخرين ما ساعدونيش حتى واحد منهم ما فهمني. ابون داكور داكور. مالا قبل ما نبداو مدموزيل رعد ماذا بيك تعرفني على روحك اكثر؟ باهي. اسمي الفني رعد. تري بيان. ونخدم مانكا. سي بيان. واسمي الحقاني مبروكه. شنو مبروكه؟ اي مبروكه. وصحابي لي زانتيم يعيطولي بروك على خاطر ياسر كنت نشبه لبروك شيلدز. او تيان موي موي بيان سور تشبه لبروك شيلدز بيان سور سورتو على مستوى الدقنونه. مينا دكتور ما عادش نشبه لها. ما نمشي لدكتور حلمي. شكون دكتور حلمي هذا؟ كان طبيب نفساني بتاعك؟ يا كيفاش ما تعرفش الدكتور حلمي؟ تي اكبر شيرجيان استيتيك في البلاد. هاكا عدوها كالمرة في الامسيس. الحق متاع ربي طبيب طيارة. واش مدخل الدكتور حلمي في مشاكلك النفسية يا مادموزيل بروك؟ ها باش نحكي لك. ما مشيت للدكتور حلمي باش يزيد يعمل لي دي غوتوش. ماني حبيت نولي نشبه لسوزي عرفتها؟ لا 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 ما نعرفهاش. والدكتور حلمي هذا وافق لك على لي روتوش؟ ما حبش وقال لي مش به كن نزيد نبدل حاجة أخرى في بدني. يظهر لي عنده الحق على خاطر عمليات التجميل كي يكثروا يولي فيهم ريسك. تعليش دكتور تي هاكا نسال كل البرا يعملوا في ليزوبيراسيون وشي مجرى لهم. لا 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 انا موافق الكوليج نتاعي على خاطر بخلاف الخطر نتاع العمليه فما خطر بسيكولوجي على شخصيتك.
فهمتني؟ ينجم يجي نهار تقف قدام المرايه اوب ما تعقلش روحك. ولكن جيت تشوف صارت لي مره ماني قلت لك عاد كنت ياسر نشبه لبروكشيلد. يا اخي كل كوتا نتاعها طاحت كرهتها وكرهت معاها روحي. يا كل ايامات كل ايامات صار فيا. وهذاك علاش الدكتور حلمي نتاعك هذايا بعثك ليا انا ها باش نعملوا دي سيونس قبل ما ترجع له. باه تنجمش تكلم الدكتور حلمي باش يعمل لي غوتوش ومن بعد نوعدك نوعدك باش نعملوا دي سيونس. اه جو ريغريت مادموزيل لي سيونس قبل لي روتوش ما كانش لا تمام تمام. تي نحب نولي نشبه لهيفا وهبي قبل ما تطفى تطلع واحدة اخرى في بلاصتها. ما لا 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 سامحني عاد هذايا ماهوش حل. امي شنو هو الحل؟ اه الحل يا اما تسمع كلامي وتدخل معايا في ثيرابي والا تمشي تعرس بالدكتور حلمي نتاعك. باه نبداو ثيرابي. اه تري تري بيان. مالا قبل ما نبداو نحب نعطيك دراسه تقراها عملها طبيب نفساني مشهور برشا. الدراسه هذه تتناول المشاكل البسيكولوجيه اللي تنجر على العمليات التجميل هذه. اقراها مليح مليح في الدار والمره الجايه نتناقشوا فيها. باه تري تري بيان. تفضل ملا بيني. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذه الدراسه. هذه قلت لهم اسكتوا هذه. اسمعي اسمعي اجري هوني. باجي يا باجي انت وين ربي؟ باجي اش بيه؟ ما كلاباش بما باجي جيتك طالب اللجوء العائلي. اش عملت زادة؟ حتى شيء ما سيدي خويا يعمل وما زال بزيد يعمل. عايشك يا باجي عايشك خبيني. لا 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 فك علي من المشاكل لا نخبيك ولا تخليني في الدوانة مع سليمان. ماك تعرفوا نرفوزي وراسه صحيح بصراحة. اماني باجي عايشك عايشك ما تخلينيش في المشاكل عايشك يا باجي ما تخلينيش بيا عايش خويا. يا اسبوعي عايش خويا اختاني عاد. باجي 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 اسمع لو كان تخبيني عندك نعطيك كيلو حلقوم. كيلو حلقوم مرحبا بك في حوشي. اتفضل سيدي هيك البيت على ذمتك مره. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسيم كسبتك. صباح خالي متعدي من الحومه قلت نعمل عليك تله نعرفك تقعد مخه لباسه. لا مش لاباس نحس في مصرني وكل شيء يقطع. تقاك كليت حاجه قلقتك من ناحيه كليت كليت وبزايد مش شويه زاد. شنو اللي كليت؟ ما نحبش نتفكر ايش كليت. اصبوا مره يدوروا لي خواتر. خالي عندي الحل هنا عندي دواء ضربه ضربه. زعما شنو هو زعما؟ فيترينير وطبيب كيف كيف راه. ايه طلع شي دواء نتاع قطاتس زاده. يزين القطاتس هذه مش قطاتس. هذوما يعطيو الحصن قبل الكورس ضربه ضربه. نعم بابا ريتني فرصه نتلوى قدامك انا يثبت فتليك نتاعك عاد ضيع. خالي تحب نطلب مرت خالي؟ لا 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 ما تكلمهاش لهمه ما بيناتنا وهي سبب في هالوجع هذايا. اي يزين عاد ديما تتشكى شنو؟ ما تقوليش زاده حطت لك حاجه في الماكله. هكا توا ديما تفدلك. اسمع يا وسيم أنا الليلة بيت هنا وتعب المزيع تمشي تعمل تجهيز الفرماسي تجيب لي حاجة وزوز باب زماء على خاطر الماء هنا مخصوص من الصباح غريبة ساعة فاتورة خالصة. تلقى ثم شانتي في الحومة وكسروا حلقه. علاش؟ شنو؟ علاش؟ إيش عملت لك؟ علاش قلتها؟ شنو اللي قلتها؟ إيش عندي قلت؟ قلت كسروا حلقه. يا خالي إيش يا خالي مش عندي قلت انا مش تعرف صوتك وده برضه عندي ما يكون في الاعتبار على كل القضيتين في وربنا يوفقك. امي فاضيله يا اخي شبيكم روحتوا بكري قعدتوا على الاقل عديتوا ايامات في البلاد. وين تحبنا نقعدوا؟ كان على دار جدود تقسمت وتبيعت حتى طبت الارض سليمان ناوي يبيعها. هو كي تجي تشوف خي على الاقل هاكا بفلوسها نشريو دار ملك في تونس. يا اخي قديش باش نقعدوا في الكري؟ انا دار في تونس لله انا مرضيت وصححت لسليمان على البيعه الا موعدني باش فلوس الارض نشريو بها دويره في البلاد. نعم 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 انا نسكن في البلاد وش بيها البلاد يا لله لو كان نلحق عيني
مسيكم بالخير. اسمع سي سليمان. بسم الله العظيم، اش تما؟ ما فماش شريان ديار في البلاد، ساقي ما تخرجش من تونس. نمشي نسخن العشاء. والمينا ميمتي اللي عملتها لي خليتها ومشيت؟ ما تبدلش الهدره، صحيح الحكايه اللي تحكي فيها امك. اسمع يا زينب، الارض اللي تحكي عليها في البلاد حقها ما جيبش بيتصح في المروش. وكان كناوي انت سيادتك على بورتمان في النصر، يزمني انا نبيع اشطر الاراضي الفلاحيه غاديكا. وشوف وشوف، ما يهمنيش الارض، تجيب اللي تجيب، وما فماش شريان ديار في البلاد. هيا تعرفش كيفاش انا بطلت ومانيش بايعها الارض. باهي هكا النجم توا رتح فوق الربي. السلام عليكم. ايوا خدمت يا بن عروس. اسبوعي جيت. ايام هابا قديت روحك اليوم وحدي. شنو اللي قد روحه يا امي؟ شنو اللي قد روحه؟ ما ثماش حاجه نحط عليها ايدي في البيرو وما لقيتش وراها موبقه. اللي يسمعك يقول ولدي يعمل في العمايل، وكي تجي للرسمي انت اللي ديما خانق وقطع له نفس. حط لك تعشى معانا. لا يا امي مانيش باش نتعشى، انا من اليوم قررت ما عادش ناكل بعد الخمسه تاع العشيه، ومن وقتها ناكل كان الكرنب والفقوس. فرحان سليمان فرحان؟ هاكا طيرت الشاهيه للطفل. ليه ليه يا امي؟ عاد انا عامل ريجيم. شنو عامل ريجيم؟ هاي بون نوفيل، هاي مشكلتك اتحلت. عطاو بالفلوس اللي نربحوهم من ماكلته تو نضربوا لها فيلا قمقومه في عين زغوان. وبالفلوس اللي نربحوهم من خدمتك نعملوا بلاص في اللاك. صباح الخير يا امي. حسه تي وينك انت حفودي؟ شو شو شفت الرجيم حتى مفعوله فيش ترى النار. شو 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 السين شو حسه؟ انا باليوم قررت ما عادش ناكل شيء بعد الخمسه. اما حبيت نسالك لحتى انا وقت تي معناتها نجم نرجع ناكل من نص الليل فوق؟ اي تنجم، وانتي سبق يفك عليك من الرجيم. الفايدة مش في البدن، الفايدة في المخ. وكانك انتي فرحان ببدنك هذيك الفايدة. عزة بيه والرجيم حكاية فارغة، ما وتسمع نصيحتي ارجع كول على روحك مادام سنيك صحاح. اشكون؟ اسبوعي اسبوعي يا باجي اسبوعي. بشويه بشويه هاوزيك. اش بيك اش تحب؟ سامحني باجي، جيت شيخ من عندك حاجه، تنجم ترجع لي الحلقوم نتاعي؟ اش قلت داكوردو؟ Mm-hmm.